السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيت لكم بمقطع جديد من لعبة جي تي اي سان أندرياس. في هذا المقطع اكتشفت بابا سريا في القلعة الموجودة في لعبة جي تي اي سان أندرياس، وبالضبط في مدينة لاس فينتوراس، وسوف نقوم باستكشاف ماذا يوجد وراء هذا الباب السري والغامض. دعونا الآن لكي نقوم بالدخول إلى هذه القلعة ولنكتشف ماذا يوجد في داخلها يا شباب، وأين يتواجد ذلك الباب الذي أخبرتكم عنه والذي قلت بأنه قد اكتشفت مكانه يا شباب. طبعا الجميع قد شاهد هذه القلعة، لكن لا أحد منكم قد اكتشف الباب السري الذي اكتشفته اليوم يا شباب. كما ترون لقد دخلنا إلى تلك التشيك بوينت وانتقلنا فجأة إلى سطح هذه القلعة يا شباب، كما ترون شوفوا معي. يا سلام عليك. حسنا دعوني الآن لكي أخذ هذه الكاميرا يا شباب، حسنا، ثم نبحث عن الباب السري الذي أخبرتكم عنه. حسنا دعونا نصعد من هذا الدرج، يوجد درج على ما أذكر في هذا المكان هنا. نعم هذا هو الدرج، والآن أين الدرج الثاني؟ حسناً نعم سوف أنزل من هنا يا شباب، هذا هو الدرج. صراحة هذه القلعة يا شباب لا أدري صراحة إن كانت هذه القلعة يعني قلعة حقيقية أم أنها قلعة مزيفة. حسناً الباب يتواجد في هذا المكان كما أخبرتكم، وهذا هو الباب السري والغامض الذي أخبرتكم عنه يا شباب والذي اكتشفته اليوم، لكن لا أعلم ماذا يوجد خلفه أو داخله يا شباب. اليوم سوف نقوم بالدخول إلى داخل هذا الباب ولنكتشف معا ماذا يوجد وراء هذا الباب إن شاء الله. بسم الله على بركة الله، وهيا لكي ننطلق. ما هذا المكان يا شباب؟ انظروا معي، ذلك هو الباب، انظروا معي، غريب. حسنا كما ترون يا شباب اعتقد ان هذه مدينة الاشباح يا شباب، وهذا هو نفس الباب الذي دخلنا اليه، لكن دعوني الان لكي ارى ان كنت استطيع العودة او لا. حسنا الباب لا يشتغل يا شباب، غريب، لا يمكنني الدخول. حسنا حتى ليس فيه وات، ما هذا؟ لحظة، انظروا معي. أنا أعرف هذا الشخص يا شباب، هذا كلب فين يا شباب، هذا كلب فين، واسمه جيك يا شباب. الكرتون وقت المغامرة يا شباب، هل تذكرون الكرتون الموجود في كرتون نيتورك يا شباب؟ اسمه حان وقت المغامرة يا شباب، أو لا أدري صراحة ماذا اسمه، لكن يا شباب كما ترون هذا هو الكلب يا شباب، كلب فين واسمه جيك يا شباب. يس فين موجود معه يا شباب؟ شوفوا معي صاحب الكلب يا شباب موجود هنا، صديقه يا شباب، لا أصدق. فين أيضا موجود هنا يا شباب؟ شوفوا معي، يا للهول، لكن فين يا شباب؟ يحاول مهاجمتي، لكن صديقه جيك يا شباب لا يود مهاجمتي، لا ادري لماذا صراحة. وهذا من ماذا حصل؟ انفجر شيء ما، غريب، هي طائرة ام ماذا؟ هذا الذي يرمي القنابل. صديقه فين يا شباب يهاجمني بالقنابل، لا اصدق. حسبت ان الكلب جيك يا شباب مسالم ولا يود مهاجمتي، لكن اعتقد انه قام الان بمهاجمتي، لان فين يا شباب قام بمهاجمتي وانا ايضا قمت بضربه يا شباب بالسيف. مات، ولقد قتلوا يا لهم من اغبياء يا شباب، شوفوا معي جيك يا شباب قام بقتل نفسه يا شباب، وقام بقتل صديقه فين يا شباب، لا اصدق. انظروا معي، هذا هو فين يا شباب، الكلب فين يا شباب كما ترون، وهذا الكلب جيك عفوا، وهذا صديقه فين يا شباب، شوفوا معي، هذه حق وات، اختفى فين فجأة يا شباب؟ لقد اختفت جثة فين يا شباب كما ترون، لكن جثة جيك يا شباب ما زالت موجودة يا شباب ولم تختفي إطلاقا، هذا غريب يا شباب. انظروا معي، ومن شدة الصدمة يا شباب لم أنتبه بأن سيف فين كان موجودا معي يا شباب حتى الآن، كما ترون شوفوا معي هذا هو سيف فين الجميل يا شباب،
لقد حصلت عليه، لا أدري صراحة إن كان سيفه أم لا، لكن كما ترون هذا هو السيف، لقد حصلت عليه يا شباب، لم أكن منتبها. وكما ترون الباب الذي لم يكن يشتغل قبل قليل لقد اشتغل الآن. فدعونا لنذهب إلى هذا الباب يا شباب ولنرى ماذا يوجد خلفه يا شباب، إن كنا نستطيع الدخول. أوه ما هذا؟ انظروا معي، لقد ظهرت رسالة يا شباب مكتوب عليها لا تقترب من هذا الباب أبدا. ووت غريب، لكن صراحة لم يعطينا الرسالة في الباب الأول يا شباب، لا أعلم لماذا صراحة، لكن يبدو بأن الأمر سوف يصبح سيئا جدا يا شباب. لذا أنا متحمس جدا يا شباب لكي أستكشف أيضا ماذا يوجد خلف هذا الباب السري كذلك يا شباب. فدعونا لكي ندخل يا شباب. بسم الله على بركة الله. أوه شوفوا معي، أوه ظهر مرة أخرى، فين وجهك يا شباب؟ فين وجهك؟ لقد ظهروا مرة أخرى في هذه القرية، انظروا معي، أعتقد أن هذه القرية مهجورة يا شباب كما ترون، شوفوا معي، يا للهول، هذه القرية قديمة ومهجورة يا شباب. أجيك يا شباب يحاول قتلي بالقنابل، وفين يا شباب؟ يطاردني بسيفه يا شباب. حسنا دعوني لكي أقوم بالقضاء عليهم مرة أخرى يا شباب لكي نرى ماذا سوف يحصل. حسنا لحظة لحظة يا جيك، أمهل لي فرصة يا رجل. أوه لقد مات فيني يا شباب، أوه لا أصدق، جيك يا شباب لقد قام بقتل صديقه بالقنابل. لقد قام بقتل صديقه بالغلط يا شباب، كان يود قتلي لكن قام بقتل صديقه. أنا طبعا لن أموت يا شباب، سي جاي يا شباب لن يموت لأنني قمت بتفعيل موضة الحياة الدائمة يا شباب لهذا جيك، لا يستطيع قتلي إطلاقا. وهذا الغبي يا شباب قام بقتل نفسه مرة أخرى وقتل صديقه يا شباب، وهذا يدل على كمية غباء جيك يا شباب. أما الآن بعد أن قمنا بقتل فين وجيك هذه المرة أيضا، سوف ندخل داخل هذا الباب يا شباب السري والغامض مرة أخرى. أوه شوفوا معي، لقد ظهرت رسالة مرة أخرى يا شباب تقول فيها احذر لا تدخل من هذا الباب. لا أصدق، هل يعقل بأننا سوف نقوم بمواجهة فين وجيك مرة أخرى يا شباب في مكان آخر؟ لا أدري صراحة إن قمنا بالدخول إلى هذا الباب أين سوف نظهر، لكن غالبا بأننا سوف نقوم بمواجهة فين وجيك مرة أخرى يا شباب بعد أن قمنا بمواجهتهم في المرة السابقة. دعونا الآن لكي نقوم بالدخول يا شباب واكتشاف أين سوف نظهر يا شباب، وهل سوف نواجه فين وجيك مرة أخرى. وكما ترون انظروا معي أين ظهرنا هذه المرة يا شباب، لا أدري صراحة ما هذا المكان. شوفوا الخريطة المصغرة يا شباب، إنها جزيرة يا شباب، شوفوا معي، الجزيرة يا أصدقاء موجودة في لوس سانتوس يا شباب، شوفوا معي هذه هي لوس سانتوس يا شباب، وهنا توجد الجزيرة التي ظهرنا فيها يا شباب. وكما ترون توجد هناك تشيك بوينت يا شباب باللون الأحمر، وهذا يدل على أن الأمر سيء جدا يا شباب. لكن انظروا معي إلى لون السماء يا شباب كيف يبدو، باللون الأبيض يا شباب، وكما أن المدينة لا تظهر أبدا يا شباب رغم بأننا قريبين منها يا شباب. على العموم دعونا الآن لكي ننطلق ونرى يا شباب ماذا يوجد في هذه الجزيرة، وانظروا معي ماذا أرى أمامي يا شباب، أعتقد بأنه جيك يا شباب، شوفوا معي هذا جيك، لكن شكله يبدو مختلفا يا شباب عن السابق، هذه المرة لديه عضلات يا شباب، شوفوا معي جيك هذه المرة يا شباب يمتلك عضلات يا شباب، كما أنه أصبح ضخما، وانظروا معي ماذا يفعل، إنه يمارس اليوغا أو أنه يتدرب على استخدام السيف أو ما شابه، لا أدري صراحة، لكن سوف نرى إن كان سوف يهاجمنا هذه المرة، لكن غريب صراحة مع أننا نحن قريبين منه إلا أنه لم يهاجمنا حتى الآن. فدعوني الآن لكي أقترب أكثر يا شباب والأرى إن كان سوف يقوم بمهاجمتي، لكن الشيء الغريب يا شباب لا أستطيع رؤية فين يا شباب، لا أدري أين هو فين يا شباب، أوه فين داخله يا شباب، لا أصدق، ما الذي يحصل؟ ما هذا الذي أراه؟ انظروا معي يا شباب، جيك لقد التهم فين يا شباب، لا أصدق، فين وجيك يا شباب، لقد أصبح شخصا واحدا،
أعتقد بأنهما قد اندمج يا شباب وأصبحوا شخصا واحدا يا شباب لكي تزداد قوتهم ويقومون بمهاجمتي ويستطيعون قتلي. لكن هل سوف يستطيعون قتلي أم لا؟ لا أدري صراحة، لكن سوف نكتشف هذا يا شباب. بصراحة قتلي سوف يصبح صعبا عليهم يا شباب، لأن سيجا يا شباب لديه موضة الحياة الدائمة ولا يستطيع أي أحد قتله الآن، مع أن فين وجيك قد اندمج وأصبح شخصا واحدا، وجيك الآن أصبح قويا جدا، إلا أنه لن يستطيع قتلي إطلاقا لأنني قمت بتفعيل موضة الحياة الدائمة. فما رأيكم إن قمت بإزالة موضة الحياة الدائمة لكي نكتشف معا إن كان فين يستطيع قتلي أم لا يا شباب؟ حسنا على هذا الشكل دعوني الآن أتركه لكي يقوم بضربي مرة واحدة يا شباب. شوفوا معي دامي الآن بدأ ينقص يا شباب، دامي الآن بدأ ينقص يا شباب، وهذا سيء جدا صراحة. لقد قمت بتفعيل موضة الحياة الدائمة لأنني صراحة عندما أردت الدخول من ذلك الباب خفت كثيرا يا شباب أن أموت، لهذا قمت بتفعيل موضة الحياة الدائمة، ولقد كنت محقا يا شباب، لأنني لو لم أقم بتفعيل موضة الحياة الدائمة لكنت ميتا من أول مواجهة لهم يا شباب، لأن جيك يحمل القنابل يا شباب ولا يتردد أبدا في استخدامها يا شباب، حتى أنه قام من شدة غبائه يا شباب قام بقتل صديقه فين مرتين يا شباب. حسنا أعتقد بأنني سوف أقوم يعني باستخدام السلاح يا شباب الإنفور بما أنه موجود عندي، لكن أنا أرى شيئا، هناك ضوء يا شباب باللون الأصفر. حسنا يبدو بأنني سوف أقوم باستكشاف هذه الجزيرة بعد أن أقوم يا شباب بقتل فين وجيك يا شباب، لأن هنا أشياء يا شباب مرة مميزة جدا لكي نقوم باستكشافها. حسنا موتوا، أوه لقد ماتوا يا شباب. وحصلت على نجمة كذلك، شوفوا معي بعد أن قمت بقتل فين وجيك يا شباب حصلت على نجمة. حسنا كما ترون شوفوا معي، اعتقدت صراحة بأنها الشمس، لكن كما ترون شوفوا معي نحن الآن في منتصف الليل، يعني الوقت تتجمد في هذه الجزيرة كما ترون، لكن انظروا معي يوجد هناك أعتقد بأن غالبا قد تكون الشمس، لكن شوفوا شكل السماء يا شباب، لون السماء باللون الأبيض يا شباب، واو هذا شيء مميز. أوه اختفت يا شباب جوتة فين وجيك، هذا غريب جدا. دعونا نستكشف هذه الجزيرة يا شباب ولننتقل إلى مكان آخر يا شباب، ونرى إن كنا سوف نقاتل فين وجيك مرة أخرى. كما ترون في هذه البحيرة يا شباب في هذه الجزيرة توجد يا شباب جمجمتين يا شباب مشتعلتان يا شباب كما ترون تحترقان يا شباب، وأيضا أعتقد بأنني سبق وأن رأيت هذه الجزيرة من قبل يا شباب، أعتقد بأنها الجزيرة البركانية أو ما شابه. حسنا كما ترون لقد بدأت تلك الشمس يا شباب تختفي يا شباب، شوفوا معي ذلك الضوء بدأ يختفي يا شباب، وهذا شيء غريب جدا. مثل ما أخبرتكم يا شباب أعتقد بأن هذه الجزيرة يا شباب الجزيرة البركانية لأنني سبق وأن قمت باستكشافها. دعونا لكي توجد هناك تشيك بوينت يا شباب في الأعلى، هل رأيتم؟ شوفوا معي حتى أنها ظاهرة على الخريطة لم أنتبه لها يا شباب، وهي باللون الأبيض على ما أظن أو باللون الأزرق الفاتح. شوفوا معي ظهر الباب مرة أخرى، يا للهول. دعونا الآن لكي نقترب ونرى ماذا سوف يحصل يا شباب. لقد ظهرت رسالة يا شباب تقول افتح الباب لكي تعود من حيث أتيت. لا أصدق، هل رأيتم يا شباب؟ يا للهول، أعتقد بأنه فخ أو لا أدري صراحة، لكن سوف نكتشف هذا يا شباب بعد أن أتأكد من أن هذه الجزيرة البركانية التي سبق واستكشفناها من قبل يا شباب. شوفوا معي مثل ما توقعت يا شباب هذه هي الجزيرة البركانية التي قمنا باستكشافها في أحد المقاطع السابقة من لعبة GTA San Andreas. شوفوا معي هذه الفوهة البركانية يا شباب، وتلك هي الحمم. إن انزلقنا يا شباب من هذا الجبل وسقطنا للأسفل فسوف نتحول إلى رماد، أو لا أظن ذلك يا شباب، لأن لن يبقى فينا أي شيء يا شباب، بل سوف نتحول إلى بخار يا شباب. حسنا
وهذا أمر يعني سيء جدا صراحة. هذه الجزيرة مرة جميلة جدا يا شباب، لو كان فيها منزلا يا شباب فسوف يصبح يعني مسكنا جميلا جدا. على العموم دعونا الآن لكي ندخل من هذا الباب لكي نكتشف معا يا شباب إن كان هذا فخا أو أنه حقيقة يا شباب، أو بإمكاننا العودة من حيث أتينا وننتهي من هذا اللغز الغامض يا شباب. بسم الله على بركة الله، ودعونا لكي ندخل. كما ترون يا شباب لقد ظهرنا في القلعة مرة أخرى يا شباب من حيث بدأنا، لكن الباب السري والغامض يا شباب الذي دخلنا منه في أول مرة في هذه القلعة لقد اختفى تماما يا شباب، وغير موجود يا شباب في هذا المكان. أعتقد بأن الباب يا شباب قد اختفى نهائيا يا شباب، لأننا قد انتهينا من استكشاف ذلك اللغز يا شباب، لكن كما ترون السيف ما زال موجودا معي يا شباب، وأعتقد بأنه تذكار يا شباب، تذكار لسيجا يا شباب من هذه المغامرة التي قمنا بخوضها اليوم يا شباب. صراحة كانت مغامرة مرة مميزة، وكما ترون توجد هنا تشيك بوينت يا شباب، لا أدري صراحة ما عملها لكن سوف نكتشف هذا الآن يا شباب. دعونا الآن لكي ندخل من هذه التشيك بوينت يا شباب لكي نرى ما عمل هذه التشيك بوينت، لكن غالبا أعتقد بأن هذه التشيك بوينت سوف توصلنا للأسفل فقط. حسنا دعونا لكي ندخل ولنكتشف. كما توقعت يا أصدقاء لقد ظهرنا في الأسفل يا شباب، شوفوا معي، لأن سطح المبنى يا شباب، سطح هذه القلعة لا يمكننا الوصول إليه يا شباب إلا من خلال تلك تشيك بوينت، ولقد اختفت تماما يا شباب، وحتى تشيك بوينت التي كانت موجودة هنا في الأسفل والتي توصلنا للأعلى قد اختفت كذلك يا شباب. هذا يعني بأننا لا يمكننا العودة إلى الأعلى يا شباب، أو إلى هذه القلعة يا شباب، إلا إذا قمنا باستخدام النوكليب يا شباب على هذا الشكل فقط يا شباب. لكنني لن أعود يا شباب لأننا استكشفنا اللغز الذي كان يخفيه ذلك الباب السري والغامض يا شباب، ولا يمكننا العودة لتلك المغامرة التي خضناها اليوم يا شباب. صراحة كانت مغامرة مرة مميزة جدا يا شباب، وحصلنا على تذكار جميل جدا يا شباب. على العموم إلى هنا وصلنا إلى نهاية المقطع، فأتمنى أن ينال على إعجابكم، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات كي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد، وانشروا المقطع مع أصدقائكم. أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله. كان معكم أيوب أويوبي، إلى اللقاء.